يعني استبعاد كانت بسبب الاصابه، وفي تقارير طبيه يعني غرد فيها الزميل ابو الوليد امس انه في اصابات من الوليد ما يحتاج مدير الفريق الحين. طيب خليني بروح لنجيب. نجيب، يعني الحدث جعل الرياض محط انظار العالم. فعلا اول شيء هو الحدث مرتقب، انك تستقطب فريق بحجم باريس سان جيرمان يلعب مباراه على هامش موسم الرياض، الحدث اللي جعل من الرياض وجهه سياحيه ترفيهيه، واليوم المباراه هذه تجعل من الموسم وجهه رياضيه جميله. للامانه مباراه مرتقبه يتجدد فيها التنافس بين ميسي، كريستيانو رونالدو، كثير من نجوم العالميين اللي رايحين يسلطون الاضواء بشكل كبير على السعوديه وعلى ما يتم إقامته من فعاليات. شفنا يمكن أمس كان السوبر الأسباني، بكرة السوبر الإيطالي، حراك جميل وحراك كبير جدا. ولا ننسى أيضا الجميل في هذا المباراة أو الكرنفال هي التذكرة اللي فوق الخيال، حقيقة حاجة صراحة تستحق الشكر وتستحق الإشادة.